حاجة حاجة. ايوه هات 50 جنيه حاجة، جيب علبة سجاير. 50 جنيه؟ اه بدل ما انت تديني عايز مني؟ اه هتروح اشتغل يا ابني. ما حدش بيرضى يشغلني. ما تقلع اللي لابسها ديت عشان يشغلوك. ياما دي موضة ياما. موضة؟ تعرف الموضة؟ روح اشتغل. روح. يعني مش هتجيبي 50 جنيه؟ اجيب لك منين؟ بدل ما تيجي تديني انت. خلي بالك. انا اديك. انا همشي في الشارع اعمل لك 50 مشكلة، خلي بالك والله. هتروح تعمل يا رحمك من 50 اعمل 100 مشكلة، انا مالي. ماشي يا امات اللي جبتين نفسك. جبت انا نفسي اعرف مكان فلوسك فين. قلبت الاوضه بتاعتك مش لاقي ولا جنيه. لو انت جدع خش اوضتي. ماشي يا ام، انت اللي جبتين نفسك يا ام. فاكر وانت شبه الصايعين؟ امشي. مر ابعد على الاشكال يا اختي، ده مش ابني يا اختي، ده انا هتبرى منه. بس 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 انزلي كده من على العجلة دي. يلا اسمها هوفر بورد. انزلي من على العجلة بقولك. انزلي. طب ماشي، ده بتاعي انا. بتاعك ايه انت حرامية؟ انت ما كنت مأجرها من عندي هنا وسرقاه؟ لا انا الحاجات دي مأجرها. لا يا بنت انزلي يا بنت. يا بنت لو ما نزلتيش هديكي برجلك كده اهو. هدبسك في الحيط. يا بنت انزلي في ايه؟ صدقني بابا جابهولي في عيد ميلادي. ابوكي؟ ابوك حرامي. لا ماما مش حرامي. ابوك سرقه من عندي. بعدين على فكره انا عارفاك، انت ابن الحاجه هند، وانت لو اخدت مني اقول لماما وبابا عليك. والله تقولي لابوك تقولي لامك، انا ما بخافش من حد. بس ده تمام. ما بخافش من حد وحليني، ولو فضلت واقف اكتر من كده انا اجيب اي طوبه واقطع لك دماغك. يلا هات بابا. بابا عليك. 5 مواه احبكم انا. لا 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 لا، حلوه العجله دي. اصالح يا مسمار. عايزك اصالح يا ابني. انا شغال. عندي 5 جنيه. طب عايزني في ايه؟ تعالى بس اقول. طب فين الفلوس؟ اهي 5 جنيه اهي. ايوه كده، طالما ال5 جنيه هاجي معاه. يلا بينا. يلا بينا. يا ماما. في ايه يا امنيه؟ مالك؟ عيني يا ماما. في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ ابني الحاجه عندي يا ماما زعقلي واخد مني الهافر بورد، وكان عايز يفتح دماغي بالطوبه يا ماما، فانا جريت وسبت له الهافر بورد. انا اسفه يا ماما. اسفه على ايه؟ انت تقصدي الولد الصايع من الحاجه هند؟ اه. وحياه ربنا ما انا سايباه النهارده. تعالي اوديكي الحاجه هند واشكلها بنفسي. ماشي يا ماما. اهم حاجه هو ما عملكيش اي حاجه، صح؟ لا انا عايز افتح دماغي بالطوب. ده انا اللي هفتح دماغه بمليون طوبه مش بطوبه واحده. تعالي معايا يا امنيه. تعالي حبيبتي ما تخافيش. غني يا صالح. ليه يا ابني؟ هو كده يا عم. غني 5 جنيه ايه يا ابني؟ فهمني اغني ليه يا عم. غني 5 جنيه ايه. ماشي غني. حبيبتي افتحي شباكك، انا جيت، انا واقف تحت البيت مش عايز زيت او صيت، وحشتيني. شيلي انت. طب اقف معاك لو عزت حاجه. لا اخلع يا عم. اقف معاك لو عزت حاجه. يا عم اخلع. حاضر يا مسمار. قلبي حاجه خطوبك يا حبيبتي. نعم يا مسمار. تعالي لي بس عايزه. استنى هلفلك. تعالي. ما تخافيش يا حبيبتي. يا حاجة هند. يا حاجة هند. ايوه ايوه يا بنت. ينفع اللي ابنك عمله ده؟ عمل ايه يا بنت؟ ينفع يثبت بنتي في الشارع ويسرق منها الهوفر بورد؟ لا وكمان بيقولها هفتح لك دماغك بطوبه؟ دي اخره الجيره؟ بالله لا يا بنتي، والله ما ينفعنيش يا بنت. بص يا حاجة هند، الكلام ده مش هينفع. يتعقلي ابنك وخليه يبعد عن سكتنا خالص، ويعقل كده ويدي البنت الهوفر بورد بتاعها، لاما والله العظيم هروح اعمل له محضر في القسم. اقول لك على حاجه، روحي اعملي له محضر عشان تريحيني منه. ده صايع يا بنت. روح، انا اللي بقول لك ام اهو، بقول لك روحي اعملي له. خلاص اللي انت عايزاه يا بنتي. ده زهقني. ماشي تعالي يا امنيه، انا هعمل له محضر في القسم. ماشي روحي. ما تسكتيش على حقك.
ده مغلبني. ربنا يهديه. نعم هدية عيد ميلادك يا ماركة. ايه الله حلوة. شكرا يا مسمار. تعالي اعلمك عليه. لا يا اخويا بعرف اسوق. انا هخطبك لما اكبر. يا مسمار عيب الكلام ده يا مسمار، لما تكبر انت لسه صغير. بقولك هخطبك. انا اسد. عارفين اللي انت اسد. هخطبك انا. ماشي. اسد ماي لوف. يلا يا مسمار نلعب. يا مسمار يلا كم. خمسة الله. بس 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 انزل يا بيت. ايه يا عم انزل يا بيت. اه هو الاسكوتر دوت مسروق من عند مين اللي سرقوا فيكوا بقى؟ عشان مش هسيبه النهارده. انت اللي سرقتيه؟ لا والله يا عمو مسمار. ده انا شاريه والله العظيم. انت سرقه ولا شاريهولي في عيد ميلادي بالظبط؟ شاريه والله العظيم. ولا انت شكلك غلط. هلا يا عمو هو مسمار شاريهولي في عيد ميلادي. يا عمو عيد ميلادك؟ اه يا بنت بقول لك مسروق من عندي. مسروق؟ اه يلا شوف مصلحتكوا يلا. انت حرامي يا مسمار؟ والله العظيم شاريه. انت حرامي كمان وعايز تخطبني صح؟ اجيب لك ام منى. ماشي. ولا خد هنا. هلا هو انت ابن منى؟ اه. تجيب منى تجيب سعاد. انا مش فارق معايا اي حاجه، انا بايعها. يلا يا اسد هاتوا منه. يا اسد مش انت عمال تقول لي انا اسد انا اسد؟ يلا هات لي. يلا يا اسد. انا ماشي اجيب لك ام منى. ولا انا اجيبها لك. امشي يا ابن منى. يلا هلا هتشوف. يلا هلا امشي يلا. خالص ليه عمال تقول لي انا اسد؟ انا اسد في الفن. ايه ده؟ انت حرامي يا مسمار. امشي ما اشوفش وشك هنا تاني. حرامي. ولا كلمه كمان على الجزمه بتاعتك لما امشي من قدامي. على ما تعصبنيش. يلا يا حرامي. خمسه مواه. يلا اللي عايز عجله يشتري عجله ياجر عجله. اللي عايز جسم يلا اي حاجه عندنا بفضل الله. اي حاجة عندنا اي حد ينفعنا بنادميه. امال هو برد بتاعي اهو يا ماما. يا استاذ احمد ينفع اللي حضرتك عملته ده؟ تسرق من البيت الهافر برضه وكمان تولعها هفتح لك دماغك بطوبة؟ لا لا لحد كده بقى وكفاية. انا مش حرامي. البتاع دوت مسروق من عندي والحق رجع لاصحابه بس كده. يعني ايه مسروق منك؟ انا حضرتك ده انا جايبها لها في عيد ميلادها. وبعدين على فكره انا رحت اشتكيتك للحاجه هند وهي بذات نفسها قالت لي روحي اعملي له محضر. تعملي ايه؟ انا لولا الجيره كنت رحت عملت محضر على طول حتى ما اشتكيتش لمامتك. عايز تعملي محضر؟ ايوه. طب اقول لك حاجه بقى، لو انت عايز تعملي محضر بجد بقى كلها سنه تمام؟ السجن سنه واطلع لي. هضايقك انت وهضايق جوزك وهضايقك وهضايق عيالك وبنتك دي هخطفها ومش هقعدكم في الشقه بتاعتكم تمام؟ هبقى من الاخر عشان حته اللعبه ديت هبوظ لكم حياتكم وانا قاعد فاضي ما وريش حاجه. انا بحب وجع الدماغ. هجيب لكم صداع. انا هجيب لكم صداع في حياتكم. طب انا عايز الهافربورد بتاعي. عايزاه هات 500 جنيه من الاخر. ماشي ماشي يا ماما روح اجيب له 500 جنيه. ماشي ايه امنيه؟ لا طبعا مش هديله حاجة. ليه يا ماما؟ عشان احنا مش هنتعاملوا مع الاشكال دي تاني اصلا. ماشي يا ماما. عدي عدي. هنقول لبابا ايه يا ماما؟ عدي يا امنية. احنا هنقول لبابا ان الهافر بورد ده اتسرق مننا عشان ما ينفعش نقوله له اللي هو اخده منك، عشان ممكن بابا يعمل مشكلة كبيرة ويجي يمسك في خناقه. صح ولا لا؟ صح. طب ما تديه 500 جنيه وخلاص بقى. بصي يا امنية انت اللي غلطانة، عشان انا قلت لك العبي في الجنينه مليون مره. العبي في الجنينه يا امنيه جنبي قدام عيني وانت برضه بتطلعي تلعبي بره. انا اللي غلطانه. انا اسفه يا ماما. ما تزعليش نفسك، انا هجيب لك واحد غيره. بجد؟ بس هنلعبه بيه مع بعض يعني بتلعبي بيه قدامي. حاضر. ربنا يسامحك.
هو في حاجة ناقصة من هنا بس أنا مش عارف إيه هي، بس في حاجة ناقصة. 5 مواه. يلا أي حاجة عندنا للبيع أو للإيجار. يلا البلاستيكة دي ب 500 جنيه. جبتولك أهو معاك. ايه ده يا مسمار انت جبته منه ازاي؟ مسكت طوبه وعورته في دماغه وخدت سكوطه. انا اسد مش قلت لك انا اسد؟ شكرا يا مسمار انت اسد. انا اسد. طالما بقى ما انت اسد انا هقول لبابا وتيجي تخطبني عشان ابا انا حاسه ان انا هبقى مخطوبه الراجل. انت اسد انت اسد انت اسد انا اسد انا اسد. استنى يا مسمار هنزل العب معي. ماشي. محمد صباحك فل يا استاذ محمد. صباح الفل. سيجاره بس. عايز سيجاره؟ اه اللي انت عايزه حبيبي يا استاذ محمد. والله العظيم ما راجع خلاص. تسلم يا استاذ محمد والله كلك واجب وكلك نظر والله. ما تاخد سيجاره؟ ايه العلبه حلوه يا استاذ محمد بحبك انا والله. بص بقى انا هعمل معاك واجب عشان انت عملت معايا واجب. بص الجزمه دي ايطالي مستورده. ايه بص مقاسك ايه جميله والله. بتاعتك دي؟ لا ده انا سارقها من الجامع. سارقها من الجامع؟ اه بس بص ايه اصليه ايطالي ولا الماني. ايه حلو تاخدها احسبها لك ب 200 بس زي بعض. حرام عليك. 150 عشان خاطر شلت ناس معايا واجب. ده ابوك كان راجل طيب. انا نفسي اعرف انت طالع لمين. والحاجه هن ست طيبة. طب هات 100 جنيه يا استاذ محمد مش مهم. ربنا يهديك. طب هات 50 جنيه. 50 جنيه خدها الفردة ب 25. انت بتشرب علبة سجاير ب 50 جنيه يعني مش فارقة معاك الدنيا. وايه السلسلة اللي انت لابسها دي؟ موضة يا استاذ محمد موضة. دي موضة؟ اه هجيب لك شبابهم. ده ابوك عمره ما ساب فرد. بص بقى في عيل صاحبي بقى ايه حكايه بيبيع الحاجات ديت بقى ايه بيقلبهم كده برضو. عيل مش عارف ماشي كده ما لابس سلسله بيقلبه. بص بيبيعهم برخص التراب. اجيب لك 3 4. في بقى الجنزير الاسود دوت بقى على شكل تعبان. ايه اه موضه موضه حبيبي يا استاذ محمد. تسلم على علبه السجاير. الواجب بتاعك وصل يا استاذ محمد. 5 مواه. يلا اي حاجة بتتباع بتتأجر. اللي انتوا عايزينه نفعوني وخلاص. اي حاجة نفعوني يا بني ادمين. فرد اتبسطت قوي النهارده. كان يوم حلو قوي وكمان البنات اتبسطت. ربنا يخليهم لك يا رب. ويخليك. بصي يا هند العجلة دي تعالي اشتريها لك يا حبيبتي. ماشي يا ماما ده جميلة قوي. تعالي. ماما نعم. انا عايزة اشتري هافر بورد. طب تعالي نسأل بكام. ماشي لو سمحت بكام العجلة دي؟ دي ب 200 جنيه مش راجعه خلاص. ب 200 جنيه؟ اه مش راجعه. بص زي الفل اهي. والهافرد بورد ده بكام؟ ده ب 100 جنيه مش راجع. ب 100 جنيه؟ خد استقلال. مش راجع خلاص انت اشتريتي. ماشي طب ثواني انا هاخد العجله دي ب 20 جنيه بس. هاتي 100 جنيه زي بعض يبقى 100 و100. لا 20 جنيه. هاتي اي حاجه استقلال. هاتي 20 جنيه وخلاص. ماشي ثواني. طب ثواني. نعم. بيبيع الحاجات دي رخيصه كده ليه؟ ده ابن الحاجه هند بياخد بيسرق الحاجات دي ويبيعها. ده لسه طالع من السجن. ابن الحاجه هند؟ ايوه. على فكره انت اصلا المفروض ما توقفناش معاه. يعني انا ابقى واقفه ماشيه مع جوزي يوقفني ويقول لي تعالي اشتري الحاجات دي؟ انت كده ممكن تعملي مشكله في حياتي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده انت بتهزري ولا ايه؟ احنا مالنا هو اللي بيسرق الحاجات دي احنا بنشتريها. انت اصلا كده بتشجعيه بتقولي روح اسرق تاني. انت بتهزري يا ندى؟ لو سمحت ندى مش هكلمك تاني بصراحه ومش همشي معاكي تاني. عشان كده انت ممكن تعملي مشكله في حياتي تخربي لي بيتي. يلا يا غزل يلا فيروز بصراحه زعلنا مني كندا. يلا حبيبتي يا استاذه رايحه فين؟ اوعى بس بتاع ب 100 جنيه. خد يا استاذ. استاذه انت وقفتيني. خلي بالك انا بلمحك. خلي بالك انا عارفك. انا كده هزعل وهجيب ناس تزعل. خلي بالك انت اللي جبتيه لنفسك. تمام عارفك انا. المرة الجاية اسرق اللعبة بتاعت بيتي. 5 مواه.
زعلتني منه، خلي بالك. ايه انت زعلانه مني ليه دلوقتي؟ ايه انا عملت لك ايه؟ هو اللي بيسرق الحاجات، احنا بنشتري الحاجات دي بفلوسنا، ملناش دعوه. وانت تخلي اشكال زي دي تفتح معانا كلام ليه؟ ليه تخلينا نقف ويفتحوا كلام معانا؟ يعني انا كنت ماشيه لوحدي يوقفني يقول لي انا اصل انا افتكرتك لما انت اشتريتي مني كذا، ولا كنت ماشيه مع جوزي يقول لي تعالي اصل انت فاكره لما اشتريتي مني؟ ليه تخليه يغلس عليا وانا ماشيه في الشارع؟ وانت سمعتي هو قال ايه وبرطم بايه بالكلام؟ بصراحه ندى انت دماغك صغيره قوي، انا والله ما كنتش حسابك كده يا ندى بصراحه. لو سمحتي ما تمشيش معايا تاني في الشارع ولا تكلميني، لو سمحتي. يلا يا بنتي، يلا حبايبي، يلا تعالي.